بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدي ومتابعي استاد الوطن. حلقه جديده من استاد الوطن. النهارده استاد الوطن من الدوحه، كلنا متابعين، وامبارح تابعنا وشفنا وصول النادي الاهلي للدوحه والاستقبال الحافل من جماهير النادي الاهلي للفريق الاحمر في الدوحه واللي حصل. طبعا انا وصلت النهارده الدوحه الساعه 12 ودخلت حجر الحين، هعمل مسحة وبعدين اخرج عشان ابدأ احضر التمرينات او المباريات وكده. ولكن من متابعة بسيطة للاجواء هنا، الحقيقة الناس في الدوحة عايشين في فرح لطيف وحلم جميل ان الاهلي موجود هنا زي ما كانوا في نفس التوقيت تقريبا السنة اللي فاتت. الزمالك كان موجود بيلعب بالسوبر الافريقي، المصريين هنا ما بيصدقوا انه فريق مصري يجي. امبارح كان استقبال حافل جدا 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 لباس النادي الاهلي، جماهير نظرا لظروف كورونا واجراءات احترازيه الحقيقه قويه جدا هنا في الدوحه، يعني ما فيش تساهل خالص. كان عدد معين من الناس اللي حضر، وبعد كده الفريق دخل فقاعه طبيه زي بالظبط الفقاعه الطبيه اللي احنا عاملينها في كاس العالم لليد. عملوا مسحه النهارده ظهرت نتيجتها سلبية لكل أعضاء البعثة ما عدا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وهيعمل مسحة تاني وهتظهر نتيجتها في خلال 48 ساعة وتم حجره. والحقيقة إن هم مطمنين لأنه العميد محمد مرجان ما ظهرتش عليه أي أعراض، ولكن طبعا الخوف، كل الخوف إن يكون حد من البعثة لأنه كانوا في الطيارة وكان هو خالط مجموعة كبيرة جدا من على مجزرة الاهلي ونجوم الفريق. فبعد 72 ساعه اعتذر نتيجه المسحه، كل شويه يعملوا مسحه. النهارده الاهلي عمل فيديو كونفرنس مع اللجنه المنظمه وشرحوا لهم المباريات والخطط وكل حاجه. الاهلي هيأدي تمرينه كمان شويه على ملعب المدينه التعليميه، هو بجوار الاوتيل. ممنوع دخول او خروج اي حد للنادي الاهلي، بيتحركوا زي بالظبط كاس عالم اليد يعني نفس الطريقه، بيتحركوا في جماعات رايحة جاية، مفيش أي تداخل لأي حد خارج الفقاعة، حتى العاملين في اللجنة المنظمة للبطولة جوه الفقاعة. يعني اللي هيتعامل مع الأهلي أو الفريق المكسيكي وصل النهاردة الساعة 11:30 وبيتولى وصول الفرق. أي حد بيتعامل مع الفرق المشاركة في البطولة بيدخل جوه الفقاعة ما بيخرجش، يعني مش هتلاقي حد خالص موجود خارج الفقاعة. المرة اللي فاتت أنا قلت إن الكابتن محمود الخطيب قد يتخلف عن رئاسة البعثة، ولكن الحقيقة الكابتن محمود رغم المتاعب اللي هو فيها ولكن أصر على إنه يكون رئيسا لبعثة النادي الأهلي في قطر وموجود مع الفريق، والفريق حالته المعنوية عالية جدا 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 ومفيش ما يعكر صفو البعثة. أعتقد مسحة العميد مرجان إن شاء الله يوم بعد 3 أيام هتبقى إن شاء الله إن شاء الله سلبية. موسيماني مركز جدا مع الدحيل، والدحيل فريق قوي جدا 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 وله شعبية قوية جدا هنا في قطر رغم إنه نادي حديث الإنشاء، ولكن منذ إنشاء وهو يحقق تقريبا أغلب البطولات هنا بيضم مجموعة من المحترفين الأقوياء جدا 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 جدا، على رأسهم إيلونجا الكيني اللي هو كان هداف الدوري الياباني اللي انضم مؤخرا، وانضم مؤخرا غالبا عشان خاطر كاس عالم الأندية، وزي ما بيقولوا كده عمال بياكل في الفرق اللي بيلعبها هنا. النهارده رسالة تبقى قصيرة ان شاء الله، هبقى معاكم كل شوية بس اخرج من الحجر الصحي، وان شاء الله هبقى معاكم بأخبار جديدة وفيديوهات، وتابعونا على استاد الوطن ان شاء الله هتلاقوا تغطية حية وكاملة لبعثة النادي الأهلي في قطر وكل مركز العالم من النهاردة إن شاء الله وحتى النهائي يوم 11 فبراير.